وطن منحازون للحقيقة. موجز الأنباء من تلفزيون وطن، أهلا بكم. شنت طائرات الاحتلال الحربية عدة غارات على مواقع وسط قطاع غزة، وجاءت الغارات عقب انتهاء جلسة في مقر وزارة الحرب الإسرائيلية جمعت ليبرمان مع قادة جيش الاحتلال. في سياق متصل، أطلقت فصائل المقاومة أكثر من 30 صاروخاً وقذيفة صوب المستوطنات المحاذية لقطاع غزة رداً على جرائم الاحتلال الأخيرة بحق القطاع، والتي كان آخرها مساء أمس حيث أسفرت عن استشهاد شابين من سرايا القدس. انطلقت أول رحلة بحرية من غزة إلى العالم بهدف كسر الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ نحو 12 عاماً. يأتي ذلك بالتزامن مع الذكرى الثامنة لمجزرة سفينة مرمرة التركية، وتحمل السفينة على متنها حالات إنسانية من مرضى وطلاب وخريجين بحاجة للسفر للخارج لاستكمال علاجهم ودراستهم. نقلت مصادر إعلامية عبرية عن مسؤولين في خارجية الاحتلال إن مصر تقوم باتصالات مع إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة بهدف التهدئة. وقالت المصادر إن مصر تسعى لوقف التدهور الميداني المتسارع في القطاع والذي قد يقود إلى مواجهة شاملة. نختم الموجز مع حالة الطقس. يكون الجو يوم غد الأربعاء غائماً جزئياً ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق. ولمزيد من المعلومات وتقارير الأخبارية زوروا موقعنا الإلكتروني وطن دوت تي في. نهاية الموجز، إلى اللقاء.